بنا بلي مودي يفون كومام يفون افوار رياكسيون كومام يفون اتاكي دونك يفون ليسي دي زيسباس يفون غادي يغلطوا وشي يعني كما نقول لك حنا استغلينا في الاخطاء تاع المولوديه شي اللي كيما يعني شاك فوا يخطا يعني غراس واش يخطا هذا غراس نوتر ديفونس نوتر بريسينغ كنا ماركي لي دو بيت توالا دونك جو بونس انا في لا دوزيام بيت كنا ماركي جو بونس سي لا دوزيام بيت جا في الدقائق الاخيره هو اللي قتل المقابله واللاعبين ما حبسوش هنا زادوا يعني في الريتم تاعهم وحصلوا على الهدف الثالث اللي كيما نقول لك اللي قتل نهائيا المقابله. ثالث فوز على التوالي كيما كنتو تشوفوا ما كان سهل وين صورت المباراه تاع مولوديه الجزائر هذا وين كان علينا ضغط كبير سيرتو حنا لي جوار وطاقم فني ثاني وين كنا يد واحد كنا راجل واحد فوق التيران وين جبنا هذو لي 3 بوان اللي كانوا يخلونا نلعبوا باريحيه بوكو بليس في لي ماتش اللي راهم جايين ان شاء الله. بالنسبه للهدف تاعي ما يخفاش عليك صح كان خاصني هدف وين جمهور كان يقارعوا فيها الماركي وين هذا هو فوتبول اتاكون لازم ماكش حاب نفرح روحي كيما حاب نفرح هاد لي سيبورتر وين ما يخفاش عليك كان عليا ضغط كبير سورتا انا والحمد لله هذا الهدف جا في وقته. فريق قسنطينة اللي في العشرين دقيقة الأولى يلزم مي بوكو دانتونسيتي وأجريسيفيتي وديوريتم في اللعب نتاعهم حتى كي دخلت لهم في الفستير باش قلت لهم فماش علاش نتقلقوا ما نجموش معناها يشدوا 90 دقيقة بالانتونسيتي والريتم هذاك داير اون دوزيام ميتون بدينا بلوز او موان خلينا نقول ايكيليبري ولا اكثر الشوط الثاني وناي معناها الكورتين باش نرجعوا في المقابله نتاع التعادل لكن مالوريزمون احنا ما سجلناش وناي دو راتي تكنيك في ميليو تيران معناها بعد سجلوا هما الهدف نتاعهم احنا خدمنا في المومون فور نتاعنا انا با سو معناها نحط الكره في الشبكه سي فري معناها لعبنا ضد فريق لعب حماسه كبيره ولعب تنظيم كبير ونسق كبير لكن لازم نزيدو نثبتو معناها نشوفو عندنا نقايص اخرين نزيدو نتحسنوا فيهم.